خير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه رمضانكم وصحه فطوركم. وبقاو هاد العشر ايام الاخرين، واش بقى؟ بقاو 7 ايام ان شاء الله. دونك 7 ايام ولا 6 ايام، وني لو 23 جور، دونك سمعنا 23 يوم ان شاء الله، ونكملوه بالصحه والهنا، وراحين نتوحشوه بيان سور. اليوم معكم، هذه هي لا سمان تاع لي غاتو. جافي اون كوموند دو غريوش، مقروط وغريوش. كنت درت المقروط، ما كوم المقروط ما عاودت لكمش لا غوسيت، الوغ ما عاودت لكمش لا غوسيت باسكو راهي سور يوتيوب. دونك انا هذه هي لا غوسيت تاعي، ما نبدلهاش. اليوم كنت مازال ما درت لكمش لا غوسيت تاع الغريوش، قلت اليوم ندير لكم غوسيت تاع الغريوش. هاوليك الى حبيتو تجو وتشوفوا لا غوسيت معايا، ما عليكم غير توجدوا الفارينه والسمن والزبده وشويه تاع ما زهر، ونديروا مع بعض لا غوسيت. لا غوسيت تاع الكريوش نسحق لها بيان سور لا فارين، شويه تاع ملح، شويه ليفور شيميك، وحبه تاع البيض. نسيي ما نديرهاش كامل، ندير لا موتي تاعها، وبيان سور نوسيها بشويه الما زهر وشويه نكيل. هنايا الفارينه جوغ بيزوان 4 كيلات، 1 2 3 4 كملها باسكو ما عمرتهاش، دونك 4 هنا تاع السمن. هنا خلطت السمن وزبدة، شوية تاع الملح، هنايا مغرفة صغيرة تاع ليفور شيميك، ونحلها بهاد. انا ما عرفش داري بالسمن، سي بور سا ما عمرتهاش. دونك كيلا تاع السمن ماشي معمره، ونخلط نبسسها كيما راكم تشوفوا هنايا. دخل قلت له شت. دونك هنايا راني حليتو بهذاك الدم، نجي نكسر له الحبه تاع البيض، ما ننساش المغرفه تاع الخل. هنايا مغرفة تاع الماكلة تاع الخل، نفس الشيء نخلطها مليح هاد الحبة تاع البيض بهاد لافاسون. نبدا بالكيلة تاع الما زهر، نبدا نص تاع الكيلة تاع الما زهر ونكملو بالماء. نخلط، عمري كي تشوفي هذا النص شو الماء تاع الماء، ونبدا ونشوف شحال يجيني الماء. بس
بهذيك الكيله اللي كيلت بها اسمن. باش كاينه فرينها ما تجي طريه ما تجي خشينه يابسه. فيها تجي فيها ريحة المزهر دونك راح نشمها نشوف باش نزيد الماء نزيد فيها المزهر. كنا نكمل العجينة تاعي هنا راني طميت العجينه تاع القروش. شوفوا هاي كيفاش تجي هكا. انا نجبدها هنايا نحطها ونعجنها شويه ماشي بزاف غير باش تولي لي ليس. تولي ما تتقطعش. فوالا وديرها في بابي سيلوفان ونخليها تريح. هاني درتها في السيلوفان نخليها تريح ساعة ولا ساعتين ولا حتى كم تكملو توجدو الفطور ونعودو نحلوها ومن بعد هاتوتشي. هنايا بعد ما نحكي العجينة كنت درتها شغل قسمتها كنا واش نجي ندير نحكيها هكا ونحلها. وهذه كل ما تريح تجيكم مليحة. هكذا نعاون روحي بلا ما يزينها ليش بالشغل اللي يجيني القريوش تاعي اخفش. نحلها كيما هكذا ومن بعد تشوفو كيفاش نقسمها باش تعاوني. نجيب موس ونقسم هكدا وهكدا. أنايا نبدا بهدا نحل عندي الماشينه اللي قلت مانيش حبتها تجي بزاف رقيقه نقطعها زياده. دونك راح نديرها بالحلال هنا لو بلان دو طرافاي شويه ماشي عريض سي بو سا راني ندير فيها بهاد لا فاصون باش تقدروا تشوفوا. من هنايا فوالا كيما تحبوا تحبوا ديروها صغيره تحبوا ديروها كبيره. تشوفوا هنايا راني حليتها واش راح ندير نحي هكذا
الزيت هنا. نبدا هيا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اون فوي ونجيب هادو ونخرجهم هنايا كيما راكو تشوفوا، نحكم هكذا وندير الورقه بهذا الشكل. شوفوا انايا واش ندير، نحكمها هكذا نقرصها من زوج جهات باش كي نقليها ما تتحليش. وهاد الزياده بيان سور نحيها كيما هكذا ونجي عمليك الفهيتاج تاعها هايليك. شوف نزيد ندير لكم وحده هنا هاكي نقسم لا ميم شوز. فوالا نحكمها على زوج. هاد الطريقه لقيتها بلي احسن طريقه وسهله وسي باش تحكموا هاد الودنين وتحكموا هاد الودنين تانيك وتجو تقرصوها هكذا كيما الاولى وتقطعوا الزياده بيانسيغ تشدو هكذا باش الحبه تاع الدريوش ما تحللكمش. فوالا تجي على ورقه. نزيد نحل لكم ونعاود ندير لكم وحده اخرى تانيك هنايا. نزيد نعاود ندير لكم وحده هاني هنايا كنت تشوفوا هنايا كنت بديت ديجا كملت. نزيد ندير لكم وحده هنا ماشي شرط تحسبوا ندير 12 13 14 لا دو لا ميم فاصون. المهم هكذا هيا ونرفدهم هايديك ونقلبها هايديك ونحكم هنايا ونقرصها ونقطع هاد الزياده هاديك الكريوش تاعي. هاي الحبة تاع الكريوش كيفاش تجيني ونحطها هنايا ونزيد واحد اخرى. ما حبيت ندير واحد شغل تاع وردة دوك نشوف نسميها قدامكم. في حال هذه اون كوموند ماشي هي هذا ونطبعها بهاد لافاسون وهكذا وندورها شغل تجيني كيما شغل الوردة هكذا وندخلها الداخل كما راكم تشوفوا هكذا مع الفويتاج تبان لي كي الورده. نحطها هنايا ونسيها لكم وشوفوها الى عجبتكم نديرها بهاد لافاسون. دونك انايا نكمل هاد لاباط تاعي ونعاود نولي لكم بعد ما نسخن الزيت باش نقلي. هنايا راني درت الزيت تغلي نبدا نقلي. انا بديت قليت ديجا مي راح نوري لكم كيفاش نقلي القريوش. لازم تكون الزيت سخونه مي ماشي سخونه بزاف باش ما يتحرقليش باش يطيب على الداخل. نزيد وحده هكذا
نقلبها. انا نكمل نقلي هادو وهاوليك هذا القريوش اللي كنت ديجا بديت نقلي فيه، هاوليك هنايا باش تعسلو الا كانت كونسومي واه توت سويت تعسلوه. انا ما عسلتوش باسكو سي اون كوموند، دونك ماذا بيا نعسلو لو جور ميم باش نعطيه للمراه المراه تاكلو بالصحه ولهنا. دونك فوالا دوك نشوف نقولكم كيفاش نعسل وحده قدامكم. العسل واش يكون؟ العسل يكون بارد، بيسك القريوش راهو بارد دونك نسخنو العسل ونسقو به القريوش تاعي. وهنايا راني كملت لكم لا غوسيط تاع القريوش، كملت قليت القريوش تاعي ما وريت لكمش كامل سي با غاف، المهم وريت لكم لي زيتاب كيفو بونغ بور القريوش. انايا هنايا قلت لكم راهو برد، نجيب هنايا العسل اللي سخنتو. انا دائما العسل دائما نزيد له مغرفه ولا زوج تاع عسل حر باش تجي فيه ريحه العسل ويجيني تاع عسل بنين. فوالا هكذا قلت لكم القريوش تاعي راه بارد والعسل تاعي راه سخون. نبدا نحط القريوش تاعي في العسل، هذا نحط بالزوج ولا ثلاثه، ها هو ديك نخليه يشرب ونقدر نعسلو زوج خطرات الا شتو شرب نعسلو زوج خطرات. هذا هكذا ونحطو هنايا، هنا وجدت هنايا الجلجلان نزيد نزيد لكم حبات هاوليك جا والله يبارك، درتهم شوية كبار صافي كل واحد ياكل حبة بالصحة ولهنا نزيد شي عاود. فوالا ندي هادي يعني هاي شربت العسل، نكمل التعسال معاكم ونعاود نرجع ليكم. راح تشوفوا بلي هادي لا فيديو قصيرة باسكو فوالا درت لكم شغل فيت في. هنا يعني كملت التعسال، واش نجي ندير؟ نجي نديرهم لي بيسات بيان سور. ودوكا نوري لكم كيفاش جاني القريوش، هاني درت له شويه تاع الجلجلان، شوفوا كيفاش يجي. نقسم لكم حبه كيفاش يجي، اسمعوا ديجا هاو ديك. شوفوا هنايا الفيتاج كيفاش جاني هاو ديك. شوف فوالا مش عارفه راكم تشوفوا مليح، فوالا هذا هو القريوش تاعكم تاعنا. ان شاء الله تجربوا لا غوسيط تاعي ويخرج لكم وتاكلوه بالصحه ولهنا. فوالا كيما قلت لكم هنايا نجي نحطهم هنايا في الكيسات باش نوجدهم. فوالا هاوليك القريوش تاعي، هاني كملتو بالجلجلان صحة فطوركم وصحة قهيوتكم ولا لاتاي تاعكم.